السلام عليكم. يا مرحبا والله بغالي، الله يحييهم، علومكم مساكن طيبين، عسى الله يبارك الجميع من اخذ العطيه جديد يطعم من صيده، هذا اهم شيء، يوفقهم يوفق الجميع يا رب، البائع والشاري، اللهم امين رب العالمين. يعني نبي نفيد الامر، عسى الله ينفع فينا يا رب. الحين حاول انك يعني بس تطيح، لا تروح تدعي، نصيحة اخوك في الله، اذا تبي تدعي الطير حاط بالك تدعي يعني قريب ولا شيء، لازم يكون الجو بارد الفجر، اذا مو بارد الفجر لا تدعي، لا تقول والله دق الدرب وعادي وما ادري شلون، ترى التفريخ هذه مصيبه ومصايب، وادنا شيء ياثر بكاس الهواء وعلى طول صار معاه التهاب وبعدين تطلع عليك، تقدر تعالج وتسوي، ما انصحك والله، اطيب واحسن لا كان الجو براد الامور طيبه. براد أجل إلا ثاني يوم، وأنا اللي أشوفه يعني ما طلعت البرد يعني الحين الأيام هذه ما طلعت نهائيا، ولا أعلم عن الجو، لكن الربع يقولون يعني تعدل الجو بدي شون، يعني في شهر 9 في أيام تجي حارة الصبح، ما أنصح يعني نهائيا إنك تدعي، مو بشهر 8 بشهر 9 مرت علينا أيام الصبح حارة، والله أني ما أدعي، أرجع الطيور معاي والأمور طيبة، أبرك ما إني شنو أبرك ما أني أثر على الطير بخطأ مني، والصقار الصحيح لابد إنه شي يسوي يداري الطير، هذا بهيمة ما تعرف، ما تقول لك والله أنا ترى احتريت ولا صار معي شكل ولا صار معي شكل ولا هذا الجو يأثر فيني، ترى هذه خاصة التفاريخ، التفاريخ يعني وخاصة الجير يعني يعني حساس حساس، يبي نداره يبي الأجواء، وكل ما برد الجو بإذن الله تبتشوف هو جناحه. فاحرصوا يا اخوان، عسى الله يا ربي يحفظنا وياكم المسلم، ترى تو الناس، لا تستعجل تقول والله بجهز بجهز، ترى تو الناس، تونا في بدايه الموسم، الحين ما دخل حتى الموسم يعني علينا، لا تستعجلوا، الامر طيب باذن الله، وتبي تلحق وتبي تهد وتبي تستانس، لازم انك داري شغلك عشان تطلع بنتيجه طيبه باذن الله، عسى الله يوفقنا وياكم المسلم.